أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير، ومرة أخرى نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي Community Issues، قضايا الجالية. هذا البرنامج الذي عودناكم من خلاله خلال السنة الماضية على استضافة ناس خبراء ومختصين في مجالات متعددة لها علاقة في مسائل وقضايا تهمنا كجالية. سيكون برنامجنا ابتداء من هذا الأسبوع لايف، يعني يكون مباشر بحيث يفتح مجال للتواصل معكم أكثر، الإجابة على أسئلتكم، وبنفس الوقت مداخلاتكم وآرائكم في القضايا التي تطرح. حلقتنا اليوم رح تكون عن تجاوب الأعشاب. قبل الخوض بالتفاصيل ومع ضيفي لهذه الحلقة الذي سأقدمه بعد قليل، أريد أن أنوه بأنه قضية العلاج مرت بمراحل متعددة خلال العصور المختلفة، فمنذ بدء الخليقة والإنسان في صراع مع المرض ويبحث ويشقى في إيجاد العلاج. كان من المفروض في خصوصا في 50 سنة الماضية أنه بعد هذه الثورة الصناعية أن يكون في هناك تراجع لحدة الأمراض وكثرتها بين البشر، ولكن مع الأسف الشديد ما نراه هو عكس ذلك، بل على العكس نرى أمراض جديدة طارئة لم نراها أو لم نسمع عنها من قبل. إحصائية عام 1996 في أمريكا تقول بأنه حوالي 1995 تقول حوالي أنه 6 مليون من الأمريكان صار عندهم يعني إفراط في استخدام العلاجات الطبية التي تصنع في المختبرات. إضافة إلى ذلك، هناك في عام 1997 2 مليون أدخلوا للمستشفيات بسبب سوء استخدام العلاجات الطبية المصنوعة في المختبرات، ويعتبر أضرار سوء استخدام العلاجات الطبيعية في أمريكا رابع سبب للوفاة. طيب، المفروض أنه مع هذا التقدم الصناعي والتقدم العلمي أن يكون هناك حل، لا نقول جذري ولكن على الأقل مريح وبأقل التكاليف وأقل الخسائر لعلاج الأمراض. يجب أيضا أن أنوه على أنه حسب منظمة الصحة العالمية فإنه في 2001 بلدان آسيا وأفريقيا وخصوصا في المناطق البعيدة عن المناطق الصناعية، هناك 80% من الناس تستخدم الأعشاب والنباتات الطبيعية للعلاج. يجب أيضا أن أنوه على أنه حتى في العلم في المختبرات هناك 112 مادة كيماوية تستخدم من النباتات في تصنيع المواد الكيماوية والعلاجات في المختبرات. يعني هو واضح على أنه الهدف من أو ما نتوخاه من الأعشاب الطبيعية هو عملية الحصول على التغيير البيولوجي في الجسم، وبالتالي الحصول على النتيجة المطلوبة من الناحية الصحية. طبعا هناك واضح على أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد أقل من بقية البلدان في العالم التوجه للأعشاب. طبعا هناك لنقل علاقة ما بين زيادة التصنيع في البلد واستخدام الأعشاب، فكلما كان البلد المتطور أكثر كلما قل استخدام الأعشاب للعلاج الطبيعي. في الماضي كان العطار هو الذي يوصف العلاج، وكان هو يقوم بوصف العلاج في القرية أو في الحي. حاليا أخذ الصيدلية مكانه، لكن يبقى هناك كما كنا الإحصائيات هناك أضرار، وهناك طبعا بالإضافة إلى الفوائد هناك أيضا مضار وأعراض جانبية للعلاجات الكيماوية. طبعا يجب أن ننوه أننا في هذا البرنامج لا أنا ولا ضيفي مخولين بأن إعطاء أي تشخيص لأي مرض، وإنما الهدف من هذه الحلقة هو الحديث عن فوائد بعض الأعشاب من خلال خبرة ضيفي طويلة في هذا المجال. على كل حال نرحب بأسئلتكم استفساراتكم أو أي مداخلات بخصوص هذا الموضوع على الرقم الموجود في أسفل الشاشة. فلنبدأ هذه الحلقة في الترحيب بضيفي لهذه الليلة، الأخ خبير الأعشاب الأخ إبراهيم صبح من سجع ناتشرال إيرب في ديربون. نرحب فيك أخي إبراهيم، أهلا وسهلا فيك في برنامج كوميدي إيش. أهلا وسهلا بك. أخي إبراهيم، دائما السؤال التقليدي، يعني كيف بدأت عندك قضية، يعني كيف أنت بدأت ممارسة هذا، لنقول معرفتك بالأعشاب الطبيعية، البداية تبعتك، بداياتك؟ بداية لك أي شغلة
أي شغل الإنسان بيكون عنده هوية فيها يجب تتبعها. هلأ أنت عندك هوية معينة بشيء حبيتها، إذا اتبعتها وصلت لها، إذا ما اتبعتها ما وصلت، لما وصلت لها لكن صارت بعدها هوية عندك بس ما قادر تعمل شيء. أنا من تقريبا من أول طلعت طلع بالأعشاب، أنا ابن قرية وبطلع بالأعشاب وبنظرها نظرة أنه في أعشاب كانوا بيجيبوها أمياتنا عماتنا بيجيبوها لحتى يطبخوها ياكلوا، وطلع فيها أنا أنه في لو ما إلى فائدة ما بيجيبوها يعني. صح. كنت أنا بدي تقريبا ببداية عمري ب 14 سنة أو 13 سنة، فحبيت هاي الفكرة، فكرة الأعشاب، وصرت روح ودور بالأعشاب وآجي الأعشاب وشوف الأعشاب شو هي وشو نوعيتها وشو بتعمل وشو بتفيد، وكنت مارسها يعني بيني وبين حالي. يعني منذ نعومة أطفالك بلشت هذه الهواية عندك. طيب كم صار لك في هذا الموضوع مجال الأعشاب؟ يعني تقريبا هذه من أول طلعتي لحتى صرت ب 18 صارت خفيفة عندي شوي، خفيت بس بنفس الوقت بعدها هي ذاكرة براسي وبدي ضلني تبعها. لحين ما صرت بالعشرين 22 سنة جيت لهون على أمريكا، وبتعرف أي واحد بيجي على أمريكا بده ما في بيجي بيلاقي قدامه صحن الذهب وبده يشقى ويتعب ويشتغل ويزبط ليكون نفسه كبداية. وأنا الحمد لله أنه جيت كانت عائلتي هون يعني إخوتي إلى مدي كان محضوم بيناتهم، فقدرت كمان أني كون من نفسي أني شيء ولا قدرت كونت حالي وزبطت حالي. تقريبا من 10 سنين وبيجي رجعت للأعشاب وأدرس عن الأعشاب. بس أنت كبزنس يعني يمكن جديد في ديار. نعم. يعني البزنس تقريبا عمره 17 أو 18، لكن أنا كنت بالأول من 10 سنين أنا بعالج بالأعشاب وبوصف أعشاب للناس، وكنت بداية الأعشاب هي للعائلة تبعي أول شيء لإلي أنا. يعني تجرب فيهم؟ جرب بحالي أول شيء بعدين إيه بعدين ما 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 جرب بعائلتي إلا إذا أنا واثق فيها. أوكي. واثق من هاي التجربة أو هاي الخلطة اللي أنا عملها، لأن أنا مجربها بحالي ودارسها بنفس الوقت بالكتب، عارفة شو قصتها وشو بتعمل شو يعني بتعمل. بالإضافة للخبرة من القرية اللي جبتها من يعني هو الإنسان ابن بيئته، ولأن إحنا ككرة يعني ما شاء الله غنية بالنباتات، وكمان عندنا يعني جدتي وجدتك ويعني كلهم كانوا يتفافين، فأنت قرأت كمان كتب موجودة. صح مزبوط. نعم. يعني هل يوجد هناك كتب موجودة مختصة في هذا الاختصاص في هذا الموضوع؟ كتب في كتب بس مش كل الكتب فيك تقرأها. ومش كل الكتب صادقة. يعني في كتب هلأ بتروح على المكتبة، أي مكتب توصل لها بجيب كتاب للأعشاب فبتفتح هذا الكتاب انت وبتقرأ، اذا انت ما عندك فكرة بتلاقي انه كله غلط. اوكي في معنى اتصال من المخرج؟ الو في معنى اتصال؟ تفضل او تفضلي. مرحبا مساء الخير. مساء النور اهلين. عندي سؤال لك. تفضلي. بالنسبة للعلاجات وما علاجات هلأ الأمينيزيشن ناس كثير بتفكر انه او تمنع اطفالها تاخذ الامينيزيشن خاصه الاجانب، هلا فاكرين انه الامينيزيشن ممكن تعمل شغلات غلط للطفل بالمستقبل، مثلا الالرجيز. اوكي. الالرجيز نوت الرجيز. اوكي. شغلات زي هيك ممكن انه الطفل يصير عنده اوتيزم من الامينيزيشن. في بحث على هالموضوع هذا؟ في خبرات عن الموضوع هذا بشكل عام؟ اوكي سؤال كلارا انه اذا كان في هناك تاثير للتطعيم على الطفل او اذا كان في هناك شيء بديل بالاعشاب، اذا فهمت سؤالك؟ يس طبعا طبعا. اوكي سؤال كثير مهم، شكرا لك كلارا. شكرا. سؤال بخصوص التطعيم. للتطعيم للطفل هذا شيء واجب ما في مهرب منه. أوكي. خاصه اذا كان صغير. حوض التطعيمات اللي طالع، لأنه نحن اليوم عايشين ببيئة الناس كلها بتعرفها، بيئة ميكروبات، بيئة حروبات. نعم. بيئة فيروس، بيئة كله هيدا موجودة. فالطفل من هو صغير بس أول ما بيخلق الطفل بيمشي على مراحل بالتطعيم. فهذه بتخص
الدكتور التقليدي لهالأمور هاي وهو اللي بيعرف كيف بده يعطيها. نعم. بس هي ما لازم تنترك يعني ابن ما في هناك أعشاب تغني عن التطعيم في بس كطفل يعني لازم أول شيء ينمى جسمه كبداية ينمى جسمه لازم ياخذ التطعيم اللي هو لازم ياخذه منشان الفيروس منشان الأمراض منشان أي شيء بيضرب بجسم هذا لازم ياخذه الطفل لما بيبقى صغير من أول ما بيخلق. بعد منه في أعشاب كتير بتجي بديل عن هاي مثل إيش؟ في عندك أعشاب مثلا لتبلش بالأطفال بتبلش بأعشاب مثل إكليل الجبل مثل حبة البركة مثل أعشاب لسان الثور هودي كتير بيعطوا نمو بيعطوا نمو للعضو. لسان الثور هي عشبة وليست لسان الثور لا صح؟ هي عشبة هي عشبة تسمى لسان الثور لأنه شكلها مثل لسان الثور. يعني من خلال المستمع الكريم لسؤالها يعني هي طرحت قضية كتير مهمة إنه يعني الألرجي أو الحساسية أو لنقل هي الأعراض الجانبية. يا هل ترى هل الأعشاب أعراض جانبية؟ لا ما في أي أعشاب بالكون كله. ليك في عندك أكتر من 750 ألف عشبة معين طبية أو غير طبية هودي بيتداولوا فيها هلا. كم من ألف؟ تقريبا 750 ألف هودي اللي بيتداولوا فيها. طبعا هي في أعشاب كتير ما في أي عشبة في إلى أثار جانبية إلا بعض الأعشاب معينة إذا واحد عنده حساسية نوع من الحساسية ممكن تسبب له نوع حساسية فقط مثل هرش أو شيء بس إنه أضاف إنه بتسبب له مضاعفات داخلية أو خارجية أو صداع أو شيء ما في. من خلال خبرتك يعني الطويلة هل هناك يعني أمراض معينة أو قضايا معينة الناس تجيها أكثر من غيرها لعندك على على المحل؟ إيه أغلب الناس يعني اللي بتجي بغض النظر عن الأمراض عندك ناس بيجوا بيسألوك عن أعشاب للرجيم للضعف للضعف هي هذه اليوم يعني الماضي الكل تقريبا هي. نعم. وعندك ناس بيسألوك عن أعشاب للبثور اللي بتطلع بالوش أو مثل الأكزيما وعندك ناس بيسألوك عن السكر مرض السكري هذا المرض الهدام هذا هدام المرض وصاير منتشر بالعالم بكثرة. مرض السكري ما عنده ما في له علاج عند الطب التقليدي. نعم. ما له علاج. طب في معنا مكالمة تفضل أو تفضلي. هلو يس تفضل. في عندك سؤال للأخ إبراهيم أو في عندك سؤال للأخ إبراهيم؟ كم بدي أحكي عن الشيء؟ اي سجا تفضلي سجا من ميشيغان تفضلي اسم محلي اي اسم محلك اي تفضلي سجا شو سؤالك انا كنت بدي احكي كيف اهلا عجبنا هالمحل عجبك هالمحل يعني شريتي منه شيء او تعاملتي معه الاخ ابراهيم عجبك هذا المحل لأنه على اسمك محطوط اسم سجا ولا عجبك لأنه ولا أخذت الشيء أهلا أنا فتت على هالمحل ما تسمع من التلفزيون إذا بدك اسمعي على التليفون بدك تسمعي لو سمحتي بعد عن التلفزيون لو سمحتي هو يا سجا عجبك المحل لأنه اسمك على اسمك ولا عجبك المحل لأنك استفدت منه عجبني المحل فت انا بدي اجيب شيل الانكزايتي ولقيت انا لافندر هونيكا اوكي لافندر ساعدتنا كثيرا كثير عرفتها اوكي لافندر اوكي يعني هذه دعاية لابراهيم شكرا لك سجا الف شكر لك أخ إبراهيم المستمع او المشاهد سجا طرحت موضوع كثير مهم هو 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 موضوع العصر موضوع القضايا هلا رح نرجع نحكي يعني اكثر موضوع القضايا موضوع القضايا النفسيه وقضايا في معنى اتصال اخر تفضل او تفضلي الو يا تفضل او تفضلي تفضلي اقدر اسال على طب الاعشاب على تساقط الشعر اوكي يا خلود من ميشيغان في سؤال عن تساقط الشعر في عندك اي اسئله ثانيه خلود لا
استغل فرصة وجود إبراهيم معنا. نعم بس أريد أسأل لأن شعري كلش بيساقط بالصفة من قدام. قبل ما تسكري خلود عندك مشكلة بالغدة بالغدد غدة الدرقية أو أي شيء؟ قديش؟ ما عندي سوالي فحص مع السكن بالرأس أوكي جود. قديش أدى عمر خلود؟53 اوكي هلا بتسمع الجواب اوكي راح اسد غير تليفون حتى اسمع من تي في يا بتسمع من تي في على السكر تليفون اسمع من تي في okay. شكرا لك يا خلود شكرا لك ثانك يو في معنا كمان اتصال ثاني للاخ ابراهيم مرحبا مرحبتين اهلين ممكن اشرب بالبرنامج بليز يا تفضلي انا حابي احكي انا جيت على اساس الاعشاب الطبيعيه ساعات كثير كان عندي مشاكل كثير بجسمي كان عندي حاله ما اقدرش اقوم امشي فاخذت وصلتولي اخذت اعشاب من المحل والحمد لله بدتني الاعشاب كثيره اوكي يعني كنت ما تقدر تمشي ولاحظت انك استفدتي على الـ على الـ على الاعشاب اللي من الاخ ابراهيم قطع لمحلات كذا والاخ اللي موجود هون كيف ساعدني والله كثير يعني فاعطاني يعمل لي وصفات واعطاني اعشاب بتساعد كثير منيح كان عندي الكوليسترول كمان عالي شوي فاعطاني عشبه البرسيم هاي كيف ساعدتني يعني عشبة البرسيم والله الفلفة اوكي بس كثير منيح الحمد لله على السلامة كان عندي حالة خوف والله كان عندي حالة خوف كمان قوية فساعدني كمان اعطاني اعشاب وساعدني كثير فيها فالحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله وبفضل هيدا المحل اللي فت علي انا كبت الحمد لله احسن بكثير الف شكر ورجعت لصحتي مثل ما كنت بالاول هاي احسن شهاده من طيب شو بدي احسن من هيك انا كل اللي بيهمني انه اللي بده يفوت على المحل او بده يتصل فيه لإلي انا قلتها بعده مرات وقلتها لكاستمر كثير انه ما تفتكروا بيهمني انا الفلوس او المصاري اللي بدك تعطوني اياه وفي ناس كثير وبصراحه اذا كانوا عم بيسمعوني هلا اني بشوفوا ناس كثير انا اعطيتهم اخذت من المصاري بس انا قلت لهم بس تستفيدوا اذا بدكم تاخذوا ما بدك تدفعوا ما تدفعوا شكرا لك يا كارما شكرا لك يعني واضح انه عندك يعني عندك دعاية منيحه بس الخوف انا فوزيه من ميشيغان تفضلي فوزيه من ميشيغان هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلين فوزيه تفضلي شو سؤالك او مداخلتك لو سمحت بنت زحمه اني عندي صار كل الشديد طالع هواي خمس سنوات شو عندك فوزيه انتفاخ امساك 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 اه امساك 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 كم سنه اوكي وصار اكثر من خمس سنين فاستعملت عده ادويه وما يزيد خمس سنين استعملت اخر شيء السنن حبوب وانانه سنن جاهزيه حبوب اها شيء حبوب شيء اسمها سنن هذه من الصيدليه مظبوط اي من الصيدليه هذه اوكي العفو شنو اخذ واحده هنا صار اربع حبوب خمس حبوب وما يزيد اوكي حاليا العفو حاليا بدي استعمل ملك ماغنيس فهذا يعني شوي بيأثر شو تستعملي حاليا فوزيه شو تستعملي حاليا ملك ماغنيس اوكي ايه وش عم بيعطيك النتيجه فوزيه والله يعطيني نتيجه بس ابقى تعبانه وحلقي يعني طعمه طيب ومنهاره فاريد يا حبذا لو اكل عشب يفيدني الى بس سؤال عم تاكلي معجنات فوزيه؟ معجنات اكل عم تاكلي معجنات؟ لا معجنات خبز مثلا خبز صمون هذا ايه هو هاي اللي بقصد فيه خبز صمون مناقيش بهالقصص هيدي يعني ان شاء الله في لك علاجات فيها هيدا وان شاء الله في اعشاب بتريحك وبتشيل عنك اللي بس بشغلي وحده بس انه خفف المعجنات قد ما فيك خفف المعجنات ان شاء الله
هي المعجنات هي سبب، هي سبب البلاوي بالغازات، بالغاز اللي بيصير هي عند امساك يعني ما كتير. كتير. بيعمل الامساك وبيعمل غازات بس كترته لانه بيكتر، وفي ناس بتكتر منه ايه هذا حرام يعني لانه ما بيعرفوا شو مضاعفاته. بس في عندك موجود للاخت فوزيه؟ ايه في للاخت فوزيه، في في اعشاب اخت فوزيه بتساعدك بآليات. اتصلي فيي بعد البرنامج او اليوم. لا اليوم لا، بدك تتصلي فيي بكره على المحل. شو رقمك اخ؟ رقم المحل 313 ايوه 769 6411 6411 يا المحل بيفتح من التسعة للتسعة. من التسعة للتسعة. فيك فيك تخبريني على هذا الرقم وان شاء الله بعطيك بدلك على الاعشاب اللي بتساعدك على هاي الامور، وان شاء الله انه بتكون علاج لك كمان في هاي ان شاء الله. الرقم 313 ايوه هيدي هي. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا لك فوزية. شكرا شكرا بارك الله فيك. حياك الله. الله يبقى. اتصال في اتصال تاني. تفضل. بولس ميشيغان. اهلا بولس تفضل، شو سؤالك الاخ ابراهيم؟ اخي بولس اوكي. الو ايوه حبيبي معك. مرحبا. مرحبتين اهلين. اني بولس حبيبي. اهلين بولس حياك الله. انا اسال الدكتور بلاي زحمه، انا عندي صدفيه. صدفيه؟ انا ماني دكتور لو هو 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 يرفض يقول دكتور، هو خبير اعشاب. انا ما دكتور. يا تفضل. تفضل اخي بولس. خبير اعشاب اوكي. تفضل. عنده الصدفيه. اتفضل اخي بولس. خبير اعشاب اوكي مو اشكال. حبيبي انا عندي صدفيه، اذا سالي عندها علاج ولا لا؟ ادي سر الصدفيه عندك اخ بولس جون؟ ادي الصدفيه الى عندك؟ صار تقريبا 15 سنه. واو صار زمان. نعم زمان صار. إيه. يا في الى علاج ان شاء الله، في اعشاب بتزلك اياها نهائيا، بيصير في ازاله لها نهائيا بتنشال، ولانه في في غيرك. سألت عنوان محل مالتك وين حتى بدنا اجي المحل؟ العنوان بتعولي على 10820. دقيقه دقيقه 10820 ويست وارن افينو. وات ويست؟ يا ويست وارن افينو. ويست وارن افينو ديربون. ديربون محلك؟ ايوه في ديربون. ايوه بديربون. يا بديربون. رقم التليفون 313-769-6411. تعالوا انا احكي وياك على التليفون. لا لا هذا تليفون. لا هذا تليفون، هذا تليفون الاذاعه الاستوديو. انا رقم التليفون غير. هذا الاستوديو هذا. ايه 313 ما بعرف. لا حبيبي الاستوديو 248 اللي اتصلت عليه، بس رقم محله غير شكل. هو رقم محل سجا هو 313-769-6411. شكرا حبيبي. العفو. اهلا اخي بولس شكرا لك. اهلا بك مع السلامه. حياك الله. اهلا وسهلا. يعني في يعني كمان اتصال معنا من احد او احدى المستمع. لبنى. لبنى ميشيغان تفضل. لبنى الو. الو اهلا لبنى تفضلي، شو سؤالك للاخ ابراهيم؟ انا بس حابه اشارك من بعد تجربه. عيدي يا لبنى لو سمحتي. انا حابه اشارك من بعد تجربه. كان عندي مشكله بديني التهاب. كان عندي مشكلة بديني. كانوا ديني ملتهبين. أيوة. فأنا بشكر السيد إبراهيم والله العظيم من عشبة وصف لي إياها الجنكة، والله العظيم راح الالتهاب والطنين والحمد لله. العشبة. كان عندي مشكلة بالقولون العصبي. شيء تذكر شيء العشبة؟ عشبة كمان للكولون العصبي. جينجو. بفضل أعصابه للسيد إبراهيم. والله العظيم أنا من 3 أشهر لهلا أيوة يا لبنى الحمد لله أنا انشفيت.
من دينيه والقولون العصبي. ان هذا كله بيرجع يعني هذا يعني بفضل الله وبفضل ابراهيم يعني الحمد لله على السلامه. الله والسيد ابراهيم والله يكثر من امثاله. والحلو انه بالمحل بتشتري اللي بدك اياه بسعر طبعا سعر انت يعني. احنا رح نحكي مع ابراهيم كمان عن مقارنه الاسعار. بس شكرا لك يا لبنى، الف شكر لك، شكرا لمداخلتك. العفو، شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. يعني يعني في اتصال، يعني في اتصال يا اوكي. سلام ميشيغان، تفضلي. سلام من ميشيغان. سلام يا سلام. الو مرحبا. اهلا يا اهلا، سلام، تفضل. سلام من ميشيغان، اهلين. كيف الصحه؟ يا حي الله. اريد لنا دواء مع تنحيف الوزن. اها، تنحيف، تنحيف الوزن. اوكي، سؤالك انه اذا في اعشاب لتنحيف الوزن يا سلام. اي نعم. شكرا حبيبي، هلا تسمع اجابه الاخ. تكرم عينك، تسلم، رحم الله والديك. حياك الله، حياك الله، الله محييك. حياك الله. كمان اتصال اخر، رنا من ميشيغان، تفضل يا رنا. مرحبا دكتور. اهلين، تفضلي. انا عندي سؤال لاستاذ ابراهيم، بدي اساله اذا في كمان اعشاب يعني معينه لمرضى السكر والكوليسترول. السكر والكوليسترول، اوكي. السكر والكوليسترول يعني انا صحيح كنت محضر هذا الاسئله فريحوني. ريحوك منها. اوكي رنا، اوكي رنا، خلينا يعني نعتذر يمكن ما يكون في مجال، لانه في عندنا اسئله كثير، ف ويمكن يكون خلينا نجاوب، خلينا نجاوب على الاسئله. تخفيف الوزن يعني هو الواضح. لا، اول شيء عندي تساقط الشعر. خلينا نجاوب الاخت اللي يعني صار عندها تساقط الشعر. تساقط الشعر، نعم. تساقط الشعر إلو يعني، لو أنا كان ملحق هيدي قبل ما كنت صار معي هيك. تساقط الشعر إلو أسباب. يعني هل كنت خلص توليت يعني ما في مجال لنمو الشعر مرة ثانية؟ ما في شيء بيرجع بيطلع الشعر. أوكي. بالعالم كله، بس في عندك أعشاب وعندك زيوت بتوقف تساقط الشعر وبتنمي الشعر. نسمع. هيدي الخلطة هيدي موجودة بالمحلات عندنا ونحن اللي عاملينها، وما في ما فيها اي اضرار جانبيه. هذه خلطه سحريه اللي ما لها تساقط الشعر. ما بعرف الكاميرا فيها تاخذها. فيها زيت زيتون والاعشاب، هيدي الاعشاب موجوده فيها. هيدي بتستعمل هيدي الخلطه كل يوم، كل يوم كبايه شاي بنشرب فيها شاي، بنحط فيها زيت من هاي وبنحط على فروة الراس وبينفرك فروة الراس منيحة، وبعدين بنجيب بلاستيك باك ومنغطي شعرنا فيها. كل يوم لمدة كدش؟ لمدة تخلص هاي. هيدي مدتها تقريبا بين 7 أيام و10 أيام حسب القنين، حسب الكباية اللي بيستعملوها. ما فيه نستعملوها مرة ومرتين وبعدين يقطشوا مرة ومرة. لا، بدها تمشي عليها السيرين مرة كل يوم مرة، وإذا بتقدر تعملها كل يوم مرتين صبح وعشية بيكون أحسن. تمام. بعد ما تخلص هاي في عشبة باسمها الدعاء المستجاب، ما جبتها معي. هيدي العشبة كمان هيدي مكمل لهيدي، مكمل لهيدا الزيت. كل 3 أيام بيغلو كمية من هاي العشبة لأنينة مي على قد هاي تقريبا، بيغلوها وبعدين بيصفوها، وبس تبرد بيحمموا الشعر فيه. هي لتعطيه رونق على الشعر وتعطيه لون وتعطي غذاء كمان للبصلة أكثر. يعني بتنصحني أنا حتى أنا بنصحك فيها وجارنتي. نو جدي وجارنتي. أوكي. وجارنتي. بعدين في صابونة من هاي. صابون. من هاي. معمولة من هاي. بس تخلص هاي لازم يبلشوا يحمموا شعرهم بالصابون، حتى لو أخذوا الشاور. لو فاتوا على الشاور لازم يتحمموا صابون، وقفوا كل شيء اسمه شامبو خلال هيدا العلاج، هيدا اسمه علاج. يعني من تاني يوم ما بيضل ما بيبين اي شعره نزلت على الارض. من تاني يوم. قديش مده هذا الكورس؟ يعني رح يقعد شهر شهرين ولا مدى الحياه مثلا؟ لا، ما في هذه العلاج، مده العلاج اذا واحد بده يتقنها مزبوط وبده اياها لحتى شعره، خاصه انه النساء والفتيات اذا شعرهم بدهن اياه يرجع مثل ما كان ويكون قوي وما يرجع يتعب، مده العلاج هي 3 أشهر. اوكي، 3 شهور. نعم. بيستعملوا هاي القنينه، بس تخلص بيستعملوا الصابون، هاي الصابون المصنوعة منها. بعد ما بس كل أسبوعين لو أخذوا قنينة من هاي بعد وكل يومين بيستعملوها مرة، عم بيعطوا باور أكتر لشعرهم. تمام. عم بيعطوا غذاء للبصلة طولاً أكتر. تمام.
فهيدي مضمونه وجارنتي و100% وانا انا انا بكفلها انه 100%. والله كثير رائع يعني yeah. يعني اللي انا بوثق منها ما فيني استحي فيها او اني اتهرب من جواب عنها لاني واثق منها 100%. تمام يعني هذه اخبار ساره yeah. طيب الموضوع الثاني هو موضوع تخفيف الوزن، لانه يعني واضح انه في عندنا مشكله الوزن، الكل بده يخفف وزنه. تخفيف الوزن هو مشكله عند العالم كله yeah. مزبوط صح yeah. اول شغله اول قبل ما يستعملوا اي اعشاب اول او اي شيء جنك فود، هذا لازم يتخفف للاخر. جنك فود هذا هو المصيبه وهذا هو المرض بجسم الانسان. عندك السؤال ولا بدنا ناخذ نكمل؟ لا يا ايه. هلا في شغله، في اغلبيه الناس اللي بيحبوا يضعفوا حالهم وبيطلعوا على الانترنت، لانه اغلبيتهم بيجوا لعندي بيقولوا شفنا على الانترنت هيك، شفنا على الانترنت هيك. في اخطاء كتير بتقع على الانترنت، بس في ناس اكيد بيعرفوا عن قصه الجارسينا جامبوجيا، وهي بالعربي غار كينيا، اسمها بالعربي غار كينيا، بالانجليزي او الاسم العلمي تقولها جارسينا جامبوجيا. هيدي عاملين عدة شركات بتعمل منها حبوب كبسول، ناس كتير بياخدها، منهم بيستفيد شيء بسيط ومنهم نهائيا ما بيستفيد، ومنهم بيقولوا لي انه عملتنا مضاعفات. بقولن انا انه هيدي معروفة لانه هيدي كلها كيميكون ومواد حافظة، فاجبار بدها تعمل مضاعفات وما بتعطي النتيجه. هاي الكبسول الصغيره اللي قد حبه العدس مثلا انت عم تاخذها فيها 45% او 35% جارسينيا. طب الباقي شو فيهم؟ مواد كيماويه اخرى. مواد كيماويه. ليش ما بده يكون في مضاعفات؟ لازم يكون في مضاعفات. فنحن جبنا الجارسينيا الاصليه الاورجانيك، وناس كتير استفادوا عليها واخذوها وما زالوا. طب هل هذه يعني تغلى وتشرب ولا كيف؟ إيه. هذه الجارسينيا ما بعرف بين على الكاميرا yeah. هذه أورجانيك وطبيعية ومية بالمية. هذه بتغلى على مثل الشاي، بتحط كوب مية على النار وبس تغلي بتشيل من هاي تقريبا نص ملعقة كبيرة من طول الأكل، نص ملعقة وبتنحط بالمية ومنتركها تغلي لفترة دقيقتين. بعد دقيقتين نطفي الغاز نحطها على جنب ونغطيها، منغطيها بكبر لفترة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة تتصفى وبتنشرب على الريق. ممنوع ينحط فيها سكر، ممنوع ينحط فيها أي شيء، لأنه أي شيء بينحط فيها روح له مفعولة. هيدي العلبة تقريبا هي 4 أونس، هيدي الكيس. إذا الواحد مشي فيه مزبوط بيستعمله كل يوم مرتين، ده هذا كفيل انه نزلوا 10 باوند. وهذا كان هو صحيح حقيقه كان السؤال الثاني، يعني هذا الفور اونسز بتخل مده قديش تقعد هذه؟ يعني تقريبا هذه بتقعد عنده لمده اسبوعين، بنقص 10 باوند. إيه لانه هي ايه بينقص اذا مش اكثر، ممكن لانه هي حسب تجاوب الجسم. في اجسام بتتجاوب معك بسرعه. في شغله بدي اقول لك بس عنها، في وحده اشوف كم حكم هذه سعرها، سعر هذه ما غالي، هذه 899. يعني 899 تنزل 10 باوند، ممكن اكثر. ما هو عشان هيك انا بدي اقول لك عن شغله. اجت وحده وكانت كتير ناصحه وصغيره بالعمر، يعني ما انا كبير، يعني تقريبا بالثلاثينات يعني. وسالتني عن هذا وانت اعطيتها منه، قلت لها انه هيدي كتير منيحه وبس بدك تستعمليها هيك، اذا ما بدك تستعمليها مثل بقول لك خليها ما تغليها معك. استعملتها اوفر عنا، انا قلت لها مرتين، صارت تستعملها 3 مرات، مع انه هي غلط. انا بعدين قلت لها انه غلط، لانه ممكن، لانه هي مره كتير. سيد الكريم بعد شهر اجت لعندي انا ما عرفتها، اخذت 3 علب من هي. بعد شهر اجت انا ما عرفتها بصراحه، ما عرفتها لحتى اللي هي قالت لي انا فلاني لقيتها ضعيفه منيح 120 باوند. يعني الى مفعول كتير قوي و فعال منيح، ما في اي اثار جانبيه. لا لا رائع. يعني هو احنا عم رننج اوت اوف تايم، خليني اسالك السؤال الثاني. سو هذه العشبه موجوده، يعني معدل افريج ينزل واحد 10 باوندز. اذا طبعا بالاضافه الى اخذ هذه العشبه يجب ايضا انه الابتعاد عن الجنك فود سبيشال الكربوهيدرات اللي هي طبعا اكيد نعم. بفتره اللي نحن عم ناخذ فيها هاي نعم، يعني ما نقول ان نحن عم ناخذ عشبه اوكي
انا باكل جونك فود او باكل لاني عم بشرب عيش نو بهالحاله اللي انت عم تبدأ بدك تبعد عن كل شيء تغيير. نعم yeah. طيب بالنسبه للسكر والكوليسترول، السكر والكوليسترول هم يعني امراض العصر حقيقه. صح. شو في يعني اجى سؤال عندنا هنا من احد المتصلين او المتصلات بسأل هل شو علاج فيه هناك علاج للكوليسترول وللسكري، وانا كمان بدي اضيف له سؤال هل في نتائج ايجابيه لهذا العلاج؟ ايه في نتائج ايجابيه. هلا في شغله اذا بتلاحظ بكل الاعشاب اغلبيه الاعشاب يعني بدك تقول 60% من الاعشاب مفيده لمرض السكري. بس نحن ما في عندك ناس ما بتعرف تستعملها، ما بتعرف تستخدمها مزبوط. اليوم لما انا بيجي اقول لك يا سيدي بتاخذ هيدي العشبه هي للسكري منيحه مثلا، هي بتساعدك للسكري، بتروح انت بتغلي منها اول مره وثاني مره، بعدين بتروح على محل الحلو بتجيب صينيه بقلوه وبتاكلها، ما بزبط نيفر نهائيا ما بتزبط. يعني في الحميه نمبر 1، اول شيء في عندك الحميه، بدنا نحمي حالنا خلال فتره العلاج. انا ما بقول نحمي حالنا دائما، خلال فترة العلاج نحمي حالنا. في عنا كتير، في عنا خلطة نحن للسكري عاملينها وناجحة الحمد لله، وفي ناس كتير استعملوها وكانوا بياخدوا أنسولين أوبر أنسولين بس استعملوها، هي استعمالها فقط ل 11 يوم أو 12 يوم بس هي بتستعمل. بعد هالفترة بيعملوا بروحوا عند الدكتور بيعملوا تيست للمخزون السكري، في حكمة بيقيمل بيقلك أنه أنسولين ما عاد تاخد رح أعطيك دواء 11 يوم 11 يوم بيعطيك حبوب، وفي منهم بيلغي لهم كل شيء بيقول لهم انه ما عندكم انتم المخزون عندكم بال450 وبال500 بال4.5 و5. طب والكوليسترول؟ الكوليسترول في له اشياء كثير، في عشبه ناس كثير بيستغرب هلا اذا بتسمعها اسمها البرسيم. البرسيم ايه بس اللي حكت عنها الاخت على الـ على نعم عشبه البرسيم هيدي بالزمانات كانوا يعطوها يطعموها للمواشي للمواشي. في معنا اتصال، تفضل تفضل. اوكي احنا ما بنزعل حدا، وي ار رننج اوت اوف تايم. مايكل من كاليفورنيا، اهلا يا مايكل. هلا عمي. حي الله عمي حبيبي، معك شو سؤالك مايكل؟ سؤالي عن حبال الصوتيه. حبال الصوتيه، يعني عندك مشكله في الحبال الصوتيه؟ عندي ابني عنده التهاب صار التهاب مثل يعني مو ذي اكتئاب حاد. اكتئاب، اوكي ما عنده مشاكل بالحبال الصوتي. اوكي انا فكرتك حكيت حبال صوتي اكتئاب ديبريشن. اوكي اوكي له زمان فيها الاكتئاب؟ نعم صاروا زمان بهاي الحالة؟ لا صار اسبوع اسبوع. قديش قد عمره ابنك؟ عمره حوالي 40 سنة. 40 سنة. ما في صار شيء جديد في حياته، تراما صدمة أو شيء، ولا هيك فجأة صار معه؟ إجا على غفلة. على غفلة. طيب ماشي. ما صار عنده أي مشاكل مثلا مثل ما عم بيقول الأخ إنه صدمة أو أي شيء أو زعل قوي؟ لا عادي عادي. لا هو عادي صحي هو. طيب ماشي. أوكي. بالضبط. صعوبة يعني صار عنده صعوبة في الحكي. صعوبة بيطلع الصوت ولا صعوبة انه ينطق؟ لا عادي عنده مثل خرغشة. طيب. اوكي. شو الاسم الاخ؟ مايك؟ مايكل، مايكل من كاليفورنيا. اخ مايكل اذا بدك تتصل فيي على بكرة ان شاء الله بكرة على المحل وأنا بشرح لك كل شيء عن هاي الحالة وعن الأعشاب اللي بتساعده، وإن شاء الله أنها بتساعده 100% يعني ما تاكل همه يعني، إن شاء الله كل شيء بيكون منيح. وإذا عم ياخد حبوب لهيك قصص بفضل أنه سيدي عم ياخد دواء هو مش هيك؟ طيب ماشي. أوكي أخ مايكل اتصل فيي أخ مايكل بعد عبكرة بقى على المحل ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي اهلا وسهلا. اهلا فيك اخي. في كمان معنا اتصال، خلينا يكون هذا الاتصال اخير يمكن لانه اوكي. انعام من شيكاغو، تفضل. أيوة. انعام اهلين. مرحبا. مرحبتين. من فضلك انت حكيت عن الاعشاب اللي تخفف الوزن وانا عايشه في شيكاغو، كيف ممكن احصل عليها؟
من شيكاغو انعام. فيك تتصلي فيي اخت انعام على المحل وتطلبي شو اللي بدك اياه وببعث لك بالبريد او باليو بي اس. سجل شيء. بس ما عندي رقمك يعني هذا الرقم اللي على التلفزيون رقمك؟ ما بعرف اذا حط رقمي على التليفون على التلفزيون. هو 313 7 لحظه اوكي 313769 احكي اوكي 641 اوكي 313-769-1641 نو لحظه معلش تعيد لي عشان okay. 313-769-6411 شكرا لك على اتصالك. معنا كمان اتصال حنان من ميشيغان. تفضل يا حنان. الو مرحبا. مرحبتين. الله يخليك. عندي سؤال بخصوص الشقيقة. صداع النصفي. زوجي عنده بيجي شقيقة من زمان، حابة اعرف ان كان في دواء لها. طبعا في له دواء. ما في اي مرض الا ما له داء. ما في اي شيء موجود الا ما له دواء من الاعشاب او غير. بس بالنسبه لهيك للشقيقه كلهم بيعطوا للشقيقه بيعطوها حبوب مهدئ. اذا للطب التقليدي حبوب مهدئه بس يعني. بس للشفاء في الا ان شاء الله. يعني هم يعارضوا يعني يعالجوا الاعراض لا يعالجوا السبب. ما بيعالجوا السبب، بيعالجوا الاعراض. نعم. انت بيوجعك راسك بيعطوك حبه لوجع الراس ذات سبب. يعني هذه جود نيوز. في إلى علاج وناجح 100% ان شاء الله. اذا بدك اتصلي فينا على المحل او بتجي لعنا انت بميشيغان، تعي لعنا على المحل. جيبي زوجك وبيجي خلي يشكي لي. ممكن تعطينا العنوان لو سمحت؟ على 10820 ويست وورن ديربون 48126 في ميشيغان. اوكي ثانك يو سو ماتش. اهلا وسهلا. شكرا لك. كده بتحكي لي عن ال اوكي. في مريم من ميشيغان. مرحبا يا مريم، تفضل. مريم اخر اتصال. هلو اوكي ما في اتصال. اضعف. طيب كنت عم بتقلي عن الكوليسترول. يعني المشكله يعني اوكي بس من الوقت بدي الكوليسترول. يعني الكوليسترول البرسيم هذا كانوا يعطوه للحيوانات الاليف. البرسيم للماشي ولحي كل الناس كانت تزرع وياخذوا بس ما حدا يعرفه. بعدين اكتشفوا بهاي البرسيم تقريبا من 15 سنة بالجيل انه له فوائد للانسان لا تحصى. واول فائدة له هو البرسيم هو العدو الاول للكوليسترول. والله العدو الاول للكوليسترول. سبحان الله. وهذا البرسيم مع اعشاب تاني بينخلطوا مع بعض بينهي موضوع الكوليسترول كله. يعني هيك زي ما بيحكوا عادة الوقت الممتع يمضي بسرعة. أخي إبراهيم سعدنا جدا بلقائك ونتمنى أن نكون قدمنا في ما هو مفيد إن شاء الله لأعزائنا المشاهدين. أعزائي المشاهدين زي ما حكى الأخ إبراهيم يعني الله خلق الداء وبذات الوقت خلق الدواء، وكل ما علينا هو أن نسعى ونبحث. أنا يعني أرى بأنه هناك نتائج وسمعت هناك نتائج وكمان في هناك شهادات منكم على أنه في هناك فائدة للعلاج بالأعشاب. ننصح دائما طبعا أنه نحن هنا ما نحن نعالج في قضايا قد لا ندري تشخيصها، ولهذا الإنسان يروح عند الدكتور. وبداية الوقت إذا حب أنه يتناول أعشاب ويأخذ فكرة عن أعشاب معينة، رقم الأخ إبراهيم هو في ديربون 313-769-6411. اتصلوا فيه هو بساعدكم. مرة أخرى لكم من ألف تحية وإلى اللقاء. تصبحون على خير.